علي بالحاج راجل. أنت بيقول أنت قبل بيعود أنا ما فهمتك. أنت نقد مع علي بالحاج ونقد مع مجرم هذاك وش بيك؟ مجرم هذاك سيت ناصصين وقيدو بعتو مات كاميكاز وش بيك يا سعيد؟ نقد معاه ما نقدش معاه نكره هنا يا نقد معاه نكره هنا ما نقدش معاه كريمينال مجرم هذاك وش بيك؟ ما نبقى ما نطلبش السماح من الشعب الجزائري والوقت بو علي حتى لحدينا اليوم. با داخور معاه مي ما يكونوش تعرف بيه بحاجه راجل وعندو القيم وصادق نية مسكين الله غالب عليه. نتوما خايم علي بالحاج علي بالحاج راجل ما قري ما نتفاهمش معاه ودار كيما يقول دار غلطات كبيرة هذا تقول لك راس حياته وكل كذا ضرب 20 سنة حبس ولي صار يقعد الباس ديال السر اللي كان يطلع المظاهر ويدار مع الدولة هادية شدوا له في هادية من بعد بالك دار برايي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 
اللي في الشيبة وليدو مات الله رحمه مرتو ما يخضر على هدوان بسويس مرتو مسكينة تبقي كتاب حليب مات اللي خضرها مسكين خلوها متكي على مرتو مسكين في الجامعة ويحكي ويحيو الوزنين ريتي ريتي ده انت راك تصبع في حمار ميت عندكم واحد اللي في قولات ومي يقول لازم كنتو عطانا وتعلمتكم اللي قولها وتكمل بيها وتعلمها فهمتها اين هذا انت راك تحكي عليهم ما وتكل شي كنت معاهم قال يخرج